بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الهدف ديالنا هو ادو دوت نت اونتيتي و ادو لاتو دوت نت خصوصا الكرياسيون ديال لي زيتا دو سورسي. فوالا اذا غنتعلمو كيفاش نقدرو نكري واحد ليتا سورسي عادية جدا بدون بارامتر. اذا غنخدمو في هاد قاعدة البيانات ديال لي زيتيليزاتور. اذا غنشوفو ان شاء الله كيفاش نقدرو نافيشيو لي زيتيليزاتور كاملين ديال الطابل اللي جاي من الباز دو دوني. فوالا اذا اول خطوة هي كيفاش نقدر نكري واحد ليتا سورسي. اذا بوطون دروات فوالا افيك ريستا روبورت نوفل اليمون و تمشي نكليكي على روبورتين فوالا و تنكليكي على ريستا روبورت. دابا نقدر نسميها تو لي زيتيليزاتور فوالا تو لي زيتيليزاتور ولا اول يوزرز فوالا. اذا الحمد لله سندير الت. اذا نقول بان ايتا ستوندار فوالا و انا سندير تيرميني عادي ان شاء الله فوالا. اذا كما قلنا هذه هي سميتو ديال ايتا السورسي ديالنا. اذا هاد الفوق تسمى لونتيت لي ديتاي هما اللي تيكونوا نقدروا نديروا فيهم لي دوني والمعطيات. البي ديال الباج هي التحت ديال الباج و لونتيت هي الفوق اكسترا فوالا. اذا اول خطوه هو انني نقدر خاصني كيفاش نعرف نتكونيكتا لا باز دو دوني. شوف معايا اهم هاد حاجه هي فيلد اكسبلورر ولا اكسبلوراتور دو شو. واهم اهم حقل هو داتابيز فيلد. علاش؟ لان انا غنجيبو لي دوني من لا باز دوني. هادشي باش غنديرو داتابيز فيلد يعني لي شون لا باز دوني. شوف معايا ما تكونش فيها زائد. انا غنكري واحد الكونيكسيون من هنا. غندير بوطون دروات. شوف معايا هنا بوطون دروات وغنمشي عند داتابيز اكسبير اللي غيعاوننا باش اننا نمشيو نجيبو هذاك لا طابل يوزر من لا باز دوني. جو ريبيت بوطون دروات على داتابيز فيلد هات فوالا. غنمشيو غنديرو اون نوفيل كونيكسيون فوالا كري اون كونيكسيون. ها هي غنديرو ليه هنا غنديرو ادو دوت نت سات ادو ويلو دي ولا غنديرو ادو عادية. ها هي ادو دوت نت. حنا خدامين في لادو فوالا. وغنمشيو نديرو الكونيكسيون. اذا غنخدمو بمايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. ها هي مايكروسوفت ويلو دي بروفايدر فور اس كيو ال سيرفر. ها هي ان شاء الله غنحاول ندير هادي هنا. ندير مثلا سويفو. غيقول لي انتيغريت سيكيورتي ايكالا ترو. غنعطيه السيرفر ديالي. اذا غنعطيه السيرفر ديالي اما نكسفها اما نخليه هو هو لو نوم ديال السيرفر. الا ما عندكش هنا تتمشي لهنا وتدير بوطون دروات هاتا تدير تدير ديكونيكتي وتكونيكتا ودير هنا كونترول سي سو كونيكتي فوالا. اذا نرجع هنا لاباز دوني. اذا هذا هو انا نخدم لاباز دوني اللي هو هذا كونكور جينيرال. هذا هو السميه ديال لاباز دوني ديالي سويفون وي تيرميني. شوف معايا الحمد لله ولات عندي هاد لا كونيكسيون ديال السيرفر. اذا نمشي هنا ونختار ها هو لاباز دوني ديالي زائد نمشي على دي بي يو داتابيز اونر ونختار لي طابل ديالي اللي بغيت نستعمل. اذا انا بنستعمل لا طابل يوزر. تقدر تصايب جوج ثلاثة يعني تجيب ثلاثة لي طابل ولا جوج ديال لي طابل باش تقدر دير دي جوانتيون. انا الهدف ديالي هو نافيشي كاع لي زيتيليزاتور وبالتالي غنسيليكسيوني يوزر ونجيبو لهنا. هات هنا غتولي ان شاء الله زائد هاد المرة. هات اليوزر ندير ان شاء الله اوكي. شوف معايا ها هي زائد الحمد لله. فوالا ها هما لي زيتيليزاتور. ها هما لي شون ديالي ديال يوزر اللي هما لي كاينين. ها هما كاملين. ها هما الحمد لله ولاو عندي في البلاصة. بقى ليا دابا ان شاء الله انجليزي دوك لي شون اللي بغيت. هاتا كل واحد غيجي هنا مثلا فول نيم. مثلا بغيت غير فول نيم بحال لا درت سيلكت اطوال. هادي بحال الا جلستي بحال هذا سيلكت اطوال ايميل فول نيم. هنا نقدر نبدل الاسم ديالي. نقدر نبدل جو ريبيت نقدر فوالا شون ندير مثلا ليميل ايتيليزاتور مثلا باغ اكزومبل. هايا ايميل يوزر. نقدر نبدل التكست اللي بغيت فوالا. فول نيم بغيت نخليها ورول اي دي نقدر نديرها ما عنديش مشكل. اذا الحمد لله هذه هي العطاء. بقى لنا كيفاش نقدروا نعيطوا عليها. كيفاش نقدروا نعيطوا عليها؟ فواحد الفورمولير. اذا لما نعيط عليها فواحد الفورمولير خصني نعيط على كريستال روبورت فيور. شوف معايا كريستال روبورت فيور يعني لافيشور فيور لافيشور ديال العطاء. اذا نقلب على روبورت ان شاء الله
وهنقلب على كريستال روبوت فيور. هاي كريستال روبوت فيور انجليزيه ان شاء الله. اذا الحمد لله غادي نكبروا شي شويه الانترفاس. نكبرها وهنا شفنا وغنمشي لواحد الخاصيه مهمه جدا اللي هي الخاصيه ديال روبورت سورس. اقل نمشي ندخل فور هاد الفورميلار نقلب على البروبريتي فوالا ليست دي بروبريتي ولا البروبريتي. اذا هذه نحاول نجيبها لهنا فوالا وغنمشي لهنا ونقلب على واحد الخاصيه ديال روبورت سورس. هاي الحمد لله روبورت سورس يقول لي غنعطيه السميه ديال ليطا ديالي. السميه ديال ليطا ديالي هي تو لي زيتيليزاتور فوالا الحمد لله. هنا مغيبان لي والو حتى ندير ليكسكيسيون. يا بسم الله فوالا. إذا هادو هما لي زيتيليزاتور هما لي زيتيليزاتور ديالي الحمد لله ديال كاع لي زيتيليزاتور اللي عندي غيكونو فيهم بزاف ديال لي باج اكسيتيرا. إذا تقدر تدوز على لي باج. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو المجي اللي غنتعلمو كيفاش نقدرو نصايبو بحال قلتي لي باغامات. من افيشيو ديال لي زانفورماسيون ولكن افيشيو غير انفورماسيون ديال واحد. خلاصة جو غيبيت الله يحفظك بأن مني دخل الإيطا سورسي مني دخل الإيطا سورسي مثلا هاهي تو لي زيتيليزاتور. أهم شيء الله يحفظك هو أهم شيء هو هذاك سوليسو اكسبلور هما هادو اللي هو هذا هادي تكون خاوية تدير بوطون دروات وتتمشي لعند الاكسبير وتتكونيكتا مع راساتك وتختار لي طابل وترجع وتسلكسوني اللي بغيتي فوالا. إذا كيما قلنا تقدر دير بحال هكا فوالا. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.